السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنجاوب عن سؤال وصلني في التعليقات من الأخ محمود أبو يونس، وبيسأل عن طريقة دمج مجموعة من ملفات الرفت مع بعض، فبنعرف في هذا الفيديو أبسط أسهل وأسرع طريقة لدمج الملفات. بس معلومة بسيطة أبغاك تكون عارفها، أنه في كذا طريقة لسيناريوهات مختلفة ممكن تعتمد على نوع الملفات اللي بتدمجها مع بعض. يعني لو في سايت بلان ومجموعة من المباني، فهنا ممكن تستخدم shared coordinates اللي هي الإحداثيات المشتركة، أو لو كنتوا فريق بتشتغلوا مع بعض كتيم بنفس الوقت يكون في central file وتسووا synchronized، يعني ممكن نستخدم كذا طريقة. في فيديو اليوم بنتعلم لو كان في كذا ملف لنفس المشروع بتخصصات هندسية مختلفة، مثلا معماري وإنشائي أو معماري وكهرباء أو معماري وداخلي أو كل هذه التخصصات مع بعض، كيف ندمجهم ملف رفت واحد بأسرع صورة. طولنا في المقدمة، خلونا ننتقل للرفت ونشوف الطريقة مع بعض. الطريقة اللي بنتعلمها اليوم أننا إحنا بنستفيد من فيتشر اللي هي رفت لينك. ممكن نسوي لينك للرفت فايلز بطريقة جدا سهلة، وفي طريقتين، إما من قائمة insert وبعدها نروح لينك، ومن هنا عندنا لينك رفت ونروح للمسار اللي فيه المشروع ونختار الملف. الطريقة الثانية من البروجكت براوزر، ننزل على تحت عندنا رفت لينكس، نضغط عليها في الماوس رايت كليك ونختار نيو لينك. من هنا نروح نفس الشيء للمسار اللي فيه المشروع، وبعدها نختار البروجكت، ومثلا هذه هي بنحط الفيلا انتيرير. من هنا في عندنا الفايل نيم بيحط نفس اسم المشروع، بعدها الفايل تايب، ما في اصلا الا مشار اللي هو الرفت فورمات. بعدها هنا اللي بيفرق عندنا البوزيشن، احنا نختار الاوريجن تو اوريجن لانه غالبا الملف المعماري اخذ المصمم الداخلي وبدا يشتغل عليه، فبيكونوا كلهم بدوا بنفس الاوريجن. نضغط على اوبن، من هنا بيجينا الرسالة، هنا بيقول نستد لينك انفيزبل، اصلا احنا ما نحتاجها، يعني في رفت لينك مربوط في فايل الانتيرير اللي هو المعماري، احنا كذا كذا ما نحتاجها، فنضغط على كلوز او نسكرها من هنا. فكذا بكل سهولة جانا اللينك، وبكذا هذا هو اللينك بيكون مجموع مع بعض. الان عرفنا كيف ندخل الفايل، كيف الان نسوي مانج؟ في طريقتين، اما ان نروح من قائمة مانج وبعدها من هنا نروح المانج لينكس، ومن هنا بالبداية أول واحد طبعا نقدر نسوي مانج لكل أنواع الملفات اللي بندخلها على المشروع، بس في الأول بيكون عندنا الرفت، بيكون هنا الحالة، بيكون نوع الفايل، بيكون البوزيشن، السيفت باث. يعني لو رحت وغيرت مكان الفايل لا بيكون عندك ايرور لو نقلت هذا الملف، يعني دائما الملفات نخليهم كلهم في نفس المكان، لو غيرنا مكانه لازم نسوي له ريلود بحيث انه يتعرف على الباث او المسار اللي في هذا المشروع. ومن هنا طبعا نقدر نسوي ريلود فروم، ونقدر نسوي انلود اد ريموف، كل هذه الاختيارات ممكن نسويها من هنا. يعني مثلا لو ضغطنا على ريموف نضغط على اوكي، بعدها نقدر نسوي ريلود او نضغط على اد، وبعدها نختار اللي هو الفيلا انتيرير، نضغط على اوبن وبيكون يسوي لود عندنا هنا، بيعطينا نفس المسج اللي مر اللي فاتت، وبعدها نضغط على اوكي. الطريقة الثانية من نفس المكان من البروجكت براوزر، ننزل على تحت عندنا الرفت لينكس، نفتحها كذا، عندنا السهم الأزرق هذا بيبين لنا انه الفايل موجود ولينكت. لو كان انلود بيكون محطوط عليه اوكي، بيشيل لنا الملف تماما، بيكون محطوط عليه اكس. لو نبغى نسوي له ريلود نختار مرة ثانية، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار ريلود. يعني ممكن نسوي مانج للملفات من هنا او من هنا، وممكن نضغط ندخل على نفس القائمة بالضبط اللي هي المانج لينكس من نفس الرفت لينكس من المكان الاول، نضغط عليه ونختار مانج لينكس، ومن هنا بيدخلنا على نفس القائمة. فهذه الاختيارات المختلفة انه كيف نسوي لينك وكيف نسوي مانج لهذا اللينك. الان لو حبينا ندخل على الملف اللي فيه التصميم الداخلي، صار مثلا عندنا اي تعارض او كونفليكت وحبينا نغير شيء بسيط في الداخلي، وبعدها نبغى نسوي له ريلود مرة ثانية، في طريقة تعتبر بدائية انه نسوي سيف ونسكر الملف ونفتح الملف الثاني ونعدل عليه وبعدها نسوي له ريلود. طبعا ممكن، يعني مو غلط، بس في طريقة أسهل وأسرع، إنه إحنا زي ما تعلمنا نجي من هنا ونختار open and unload. فبكذا لأنه رفت ما بيسمح إنك تفتح الملف الأصلي والملف اللي متسواله لينك، يعني لازم واحد منهم يتقفل. فالطريقة الأسرع والأسهل زي ما قلنا، بدل ما نحفظ ونسكر ونرجع نفتح مرة ثانية، إنه إحنا موجودين في رفت
نختار بس هذا الاختيار open and unload، نختار اوكي، بيدخلنا على المشروع. نروح للمكان اللي نبغى نعدل فيه، مثلا نروح للفلور بلان، مثلا حبينا نسوي روتيت اي اختي يعني اي تعديل بسيط، بس حابه اوريكم الطريقه. نختار 90 ديجري، وبعدها مثلا ننزلها لتحت، نضغط على اي ال للالاين، ونبغاها مثلا تكون الاين من هنا، نسحبها مثلا في النص، يعني نسوي اي تغيير بسيط. بعدها نسوي سيف ونسوي كلوز. الان نرجع للملف الاصلي اللي احنا بنشتغل فيه، ونضغط عليها ونختار ريلود، فبتجي كذا ابديتد بسرعه وسهوله. معلومة بسيطة بس حابة أنبهك عليها، لو غابت هذه الفكرة عن بالك، أنه دائما لما نسوي لينك الملفات الرفت بتبان في الفيوز الصحيحة. يعني لو دخلنا ملف إلكتريكال ممكن ما يبان معانا في الفلور بلان as a view، ممكن يبان معانا في السيلينج بلان، وممكن يبان معانا في السكشن، يعني بيبان في الفيو الصح اللي المفروض يبان فيها. فلو دخلت لينك رفت مثلا وانت في الفلور بلان، او لو انت في 3D وما بان معك شيء، رح للفيوز الصحيحة ورح تلقى الملفات اللي سويت لها لينك موجودة. وبكذا نكون عرفنا كيف نسوي لينك لملفات الرفت المختلفة، وايضا كيف ندخل على قائمة المانج ونسوي مانج لو احتجنا نسوي ديليت او ريلود او انلود او نغير الباث وغيرها من المعلومات، وايضا كيف نعدل على الملفات اللينكد اللي في الرفت ونعدل عليها بطريقة سهلة ونسوي لها ريلود. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون سهل وواضح وبسيط. لو استفدت ولو بمعلومة بسيطة أقدر دعمك بالضغط على زر اللايك، ولو تهمك مواضيع من هذا النوع وإجابات على أسئلة مشابهة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس لو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح اترك لي إياه في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا وكالعادة شكرا جزيلا على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. في أمان الله.